السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا صفحة 18. حنا في الوحدة الأولى يونيتي أن أون أفون لا سانكيام أني، إلى الأمام السنة الخامسة ابتدائي. عندنا أسابيع سومان 4 أي 5، أسابيع 4 و 5. هنا عندنا أوبجيكتيف، الأهداف اللي مسطرة هو كونسوليدي لا نوسيون دو ديتيرمينون، يعني ندعموا هذاك المفهوم ديال المحددات. المحددات حنا نتعرفوا عليهم اليوم. ايدونتيفيي لو جونغ اي لو نومبر، انك تعرف ثاني على النوع والعدد، كنقصدوا بالنوع يعني واش مذكر ولا مؤنث، والعدد كنقصدوا به واش واش سينغولي ولا بلوريال، يعني واش مفرد ولا جمع. هنا ديالاش هذا النوع والعدد ديال النو ابارتيغ دو سون ديتيرمينون. ان الدور اصلا ديال لي ديتيرمينون هو علاش كنسميهم المحددات. لي ديتيرمينون هو الدرس ديال اليوم. اش كنسميو المحددات؟ لانهم كيحددوا لنا الاسم اللي كيجي من موراهم. واش اي كنشوفهم كنعرفوا الاسم اللي موراهم واش مذكر ولا مؤنث، كنعرفوه واش مفرد ولا جمع. بطبيعه الحال لي ديتيرمينون كاينه بزاف ديال الانواع، حنا غادي نوصلوا ليهم باش ما نحرقوش الاحداث، غنوصلوا ليهم شويه بشويه. كيك جوبسيرف اي جو ديكوفر، الاحظ واكتشف. هنا قال لك سليم ات ان اليف سيريو، سليم هو تلميذ جاد، يعني يتسم بالجدية في المعقول، ما كيتفلاش. هنا سيت دام، هذه السيدة، سيت انفون، هذا الطفل، شونت، يغنون. هذا راها سو في الأصل، غير فاش تلاقات هاد فويال مع هاد فويال زدناها تي، لأن راها مذكرة. ياك سو جور لا، في ذاك النهار، مسيو غاجيبي، السيد غاجيبي، لو ديريكتور، المدير، إت أريفي، جاء دون سون بيرو، جاء المكتب ديالو، داخل ديال المكتب ديالو، اسيتو، يعني بكري بزاف. هنا نشوفو جو مانيبيل او جو ريفليشي، نشوفو ندرسو دوك الامثلة اللي تعطاونا. كيك اونتو لي نوم بروبر دو بيرسون، دورنا على لي نوم بروبر. لي نوم بروبر كاينة كيما كتعرفو، كاينة لي نوم بروبر وكاينة لي نوم كومان. لي نوم كومان هي الأسماء المشتركة، لي نوم بروبر هي الاسماء الخالصه، يعني ديال واحد بوحدو، ما يمكنش يكون ديال جوج. مثلا الا قلت لك اس، هذا سي كوا؟ سي تان كرايون. انا حطيت لك هذا سي تان كرايون، هذا سي تان كرايون، ياك. الا قلت لك هذا نقول لك سي تان ستيلو، ان ستيلو. اذا هادو دي نون كومان، يعني اسم هو شارك فيه بزاف ديال. مثلا كنقول لك ان اربا، راه كتمشي شجرة ديال الكاليبتوس، سي ان ارب، شجرة ديال الليمون ان ارب، شجرة الزيتون ان ارب، يعني مشتركة في انها صفة ديال شجرة. كنقول طاويلة، راه بحال طاولة المدرسة، اون طابل، بحال الطاولة ديال اللي كناكلو عليها، بحال يعني هادو كيتسماو لي نون كومان. ولكن كنقول لك كازا بلانكا، واش سي ان نون كومان؟ لا، ما كاينش شي كازا بلانكا اخرى. كنقول الرباط، ما كاينش شي رباط اخرى. كنقول لك بريزيل، برازيل، ما كاينش شي برازيل اخرى، كاين وحدة. كنقول لك انت سميتك محمد، راه اسم خاص، سي ان نوم بروبر. رشيد سي ان نوم بروبر، ما كنلقاوش رشيد اخر بحالو خوه، واضح. اذا نشوفوا لي نوم بروبر اللي عندنا تما، ندوروا عليهم. اونتور لي نوم بروبر، دابا فهمتوا تفرقوا ما بين لي نوم بروبر ولي نوم كومون؟ ولا تلف لكم ما فهمتوش، راه كتعرف بان لي نوم بروبر هما اسماء الاشخاص، اسماء المدن مثلا، اسماء الدول. ندوزوا للامثله باش ندوروا على لي نوم بروبر اللي كاينه تما. نشوفوا الفوق لي نوم بروبر اللي كاينه، هو وشوفوا معايا الله يرضي عليكم، وحاولوا تجاوبوا راسكم. سليم، انا نتقاد شويه باش نشوف واش تقدر تجاوبها. سليم ان نوم بروبر، زيد قلب 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 قلب. مسيو غاجيبي، هذا اسم عائلي ديال شي واحد سميتو غاجيبي، هو المدير. هادو هما لي نوم بروبر اللي كاينه في النص، اللي كاينه في الامثله، حنا دورنا عليهم. قالك سوليني لي زوتر نون دون لي فراز، كيلي لور ناتور. دورنا على ماشي دور، قال لك سوليني، سطرنا على لي نون اخرين اللي كاينه في الامثله، وقلنا ان الطبيعه ديالها. اذا هذوك غالبا ملي شنا دوزنا لي نون بروب، دابا غالبا هادو غيكونوا دي نون كومون. اذا الاسماء الاخرين اللي كاينه، كاينه اليف نسطرو عليها، وكاينه دام تلميذ، وهذه سيده، انفون طفل، جور يوم، هنا ديريكتور المدير، وهنا بيرو
المكتب. لاحظوا معايا مزيان، هما يوصلوا لك لي ديتيرمينون باش تعرف شنو هما لي ديتيرمينون المحددات. قال لك اونتور لو بوتي مو كي بريسيد شاك نون كو تي ا سوليني. دور لنا على داك الاسم الصغير هو اللي محطوط قبل من داك الاسماء اللي دورت عليهم دابا، اللي اسماء اللي سطرت عليهم. راح ندور على داك الكلمه اللي سابقه ليهم. ها الاسماء اللي سطرنا عليهم سون دي نون كومون، اسماء مشتركه، وها الكلمات اللي جاوا قبل منهم ديرهم لهم مغير. هات ان، تبع معايا مزيان، سيت سو لو سون. هات هات كتلاحظ هادو كاملين كيتسماو لي ديتيرمينو، كيحددو لنا واش مذكر واش مؤنث واش جمع واش مفرد. نشوفو السؤال اللي موراه. قال لك سيدي حنا دورنا عليهم، قال كيل انفورماسيون نو دون سي بوتي مو كي بريسيد لي نون كومون. شنو هي المعلومات اللي كيعطيونا على الاسم اللي بعدهم؟ فهمت هادشي علاش باغي يوصلوكم. شنو المعلومات اللي كيعطيونا على الاسم اللي جا بعدهم؟ مثلا ان اليف، كاو ان اليف، شنو المعلومات اللي عطانا داك ان على اليف؟ عطانا بانه راه مذكر، فهمت، وعطانا انه مفرد ماشي جمع، انه غير مفرد ماشي جمع، وعطانا من قلت ما قلتش الالف، عطانا بانه نكره ما معروفش. اذا هنا شنو المعلومات اللي عطانا؟ نكتبوا الجواب عليهم، ومن بعد نجاوبوا على كومون لي زابيتون، شنو كنسميهم؟ كنسميهم لي ديتيرمينو، المحددات. نكتبوا دابا، نقولوا سي بوتي مو، هاد الكلمات الصغيره. انديك يشيرون، انديك سي لو نون كيبين لنا واش الاسم اي ماسكولان، راه واش هذا الاسم هذا اللي تابعه سي لو نون اي ماسكولان يعني مذكر ولا او فيمينان. وثاني كيبين لنا ايضا واش سينغولييه واش مفرد او بلوريال او جمع. واضح. شكون هما؟ هما اللي درنا الفوق، هما هاد ان وهاد سات وهاد سو وهاد لو وهذا سون. نسينا واحدة، أنا عاد شفتها دابا في النص، نسينا واحدة ما دورناش عليها، هي هاد سيت، سيت دام، هذه السيدة، هذه راه حنا نسيناها ما درناهاش، استدركناها. إذا لاحظتوا حنا نزيدوها ثاني هنا، هاد بحال دابا ملي لقيتي سو، سو جور، بان لك بأن جور راه مذكر أو مفرد، ملي لقيتي سيت دام عرفتي بأن هذيك دام راها مؤنث ومفرد أيضا. هنا ملي لقيتي ان عرفتيه بانه مفرد ومذكر ونكره ما معروفش، ان الف واحد تلميذ، ولكن ملي لقيتي هنا لو ديريكتور يعني المدير راه معروف عندنا. واضح. ندوزو دابا جو روتيان، شوفوا جو روتيان قال لك لي نون كومون سون، الاسماء المشتركه سون لو بلو سوفون، كيما قلنا ستيلو شجره طابله سوفون هم غالبا مسبوقين بريسيدي، بريسيدي مسبوقين دان ديتيرمينو بواحد المحدد، كاع راه كيكونوا مسبوقين بواحد المحدد كي بيرمي الذي يسمح ديدونتيفي باش نتعرفوا عليها على واش لور جونغ على النوع ديالهم، كنقول واش ذكر ولا انثى، كتكتب الجنس واش ذكر ولا انثى يعني النوع، ماسكولان او فيمينان يعني ماسكولان مذكر او فيمينان يعني مؤنث، اي لور نومبر والعدد ديالهم يعني واش مفرد ولا جمع. بالنسبه للفرنسيه ما فيهاش المثنى، هي جوج ناس كيتسموا جمع، كانوا غير جوج كيتسموا جمع، كاين واحد راه واحد. هنا قال لك لي برينسيبو ديتيرمينون سون، المحددات الاساسيه المعروفه بزاف هما لي زارتيكل، يعني لي زارتيكل بحال لي زارتيكل ديفيني و انديفيني كيتسموا واش معرفه ولا نكره. لي زارتيكل واش بحال كتقول الوحدات، اما المعرفه او النكره، بحال دابا لو ولا ولي كيكون شي وحدين كنعرفوهم
كنقول لو ستيلو ابورت ما لو ستيلو جيب لي ستيلو، يعني انت راك تكون عارف ستيلو اين هو اللي باغي هذاك السيد، كيكون عارف انت، ولكن قال لك ابورت ما ان ستيلو جيب لي شي ستيلو، يعني كما كان هذا الستيلو، فهمتي؟ اذا الفرق ما بين المعرفه والنكيره، ان اون دي دي هذا راه كونتراكتي، لا هو ولا هاد او، يعني مخلط فيه دو لو كتعطيك دو، وهاد ا مع لو كتعطيك او. هنا لي زادجكتيف بوزيتيف، يعني هاد النعوت ديال الملكيه، لا بوسيسيون، يعني انا كنمتلك شي حاجه، كنقول مثلا كنقول هذا ديالي، هذا سي مون ستيلو، مون ستيلو، كان ستيلو ديالك كنقول سي طون ستيلو، كان ستيلو ديالو كنقول سي سون ستيلو، فاهم؟ اذا هادو هما لي زادجكتيف بوزيتيف كيحددوا لنا الملكيه، ما طاسه الا كانت فؤنث مثلا، ما غاكل تا غاكل سا غاكل مون طون سون مي تي سي، كانوا جمع ونوتر فوتر لور نو فولور، كل وحده كتستعمل في الحاله اللي كتناسبها. لي زادجكتيف ديمونستراتيف راهم تحت، لي زادجكتيف ديمونستراتيف هما اسماء ديال الاشاره، مثلا سو عا كتسمع سو كتعرف راه مذكر، هذا القلم سو ستيلو، ولكن ملي كتكون مؤنث مثلا نقول هذه المسطره نقول سيت غاكل، كان جمع نقول سي ستيلو، هاد سيت اربر مثلا كان هو راه سو، ولكن كيتلاقى مع شي فوايل بحال اربر كيبدا ب ا، ما نقدروش نلاقيوه مع هاد او هادي، واضح؟ دو جو مونطخي. دابا هنا هذا الربع يبان لك واش فهمتي ولا ما فهمتيش الدرس. قال لك هنا سوليني لي ديتيرمينو، سطر على المحددات. دابا الله يرضي عليكم، وقف لا فيديو وشد السيلو بدا تسطر المحددات، عاد ولي يطلق لا فيديو باش تشوف واش فهمتي ولا لا. هنا عندنا المحدد الاول هو لو، ثم لو بيتي شابون روج سو برومين دون لا فوري، يعني صعدات الرداء الاحمر تتجول في الغابات. لو بيتي دون لا فوري لا va rendre visite et il n'a sa tazoro il va rendre visite sa tazoro جدتها à sa grand-mère ça شوف معايا بلي نسى شي وحده ان بانيي ان بورت انها تحمل سله ان بانيي دون سو بانيي في هذه السله il y a des œufs et du fromage كاينه البيض اي du fromage ou le fromage voilà هادو هما لي ديتيرمينون اللي كاينين في هاد لو بيتي تيكست. ندوزو السؤال رقم 6، قال كومبليت لي فراز افيك لي ديتيرمينون كي مونك، كملنا هاد الجمل بمحددات اللي ناقصنا، مثلا شنو غتقول؟ جلال باس او كوليج، مثلا او كوليج هي الو، بحال كتقول الو كوليج، ولكن ما كتجيش الو كوليج، كتعوضها او كوليج ديتيرمينون. L'élève s'approche, je vais en gros, de le tableau. De le tableau, qu'est-ce que vous voulez? Du tableau. Donc, ici, les déterminants contractés, mais pas de tableau. Vous savez ce que c'est? De le tableau, il y a du tableau. Là, ah oui, je vais vous montrer comment je vais vous. L'élève s'approche du tableau, de le tableau. Là, je suis fier de mon professeur. Là, je suis fier de mon professeur. فهمت؟ دو مون بروفيسور، أنا فخور بأستاذ، واضح؟ هنا اللي موراها دي قالت، إذا ما تقولش أنا أستاذ، لأن هادشي قالتو لا ديريكتريس، إذا قالتو المديرة تقول إذا أنا فخور دو سو بروفيسور، جو سوي فيير دو سو، أنا ما تقولش أستاذ، هي ما كتقراش عندو المديرة. نقولوا هي فخوره بهذا الاستاذ دي، شكون اللي قالت هذا الشيء؟ لا ديريكتريس، المديره. شنو نقولوا؟ او بارون، الي بارون، الي بارون هي الاصل ديالها، ولكن كتولي كتكونتراكتا كتولي او بارون، لان الو كتولي او، الي كتولي او، بهذا الاكس. عقلوا على هذه المسائل هذه، من بعد تشرحوها مزيان، ولكن ما فيها باس لا تعلمتيها من دابا. ندوزو لجيمي فاليو، تقويم. Donne le genre et le nombre des noms soulignés. De bien l'ex. هنا قال لك عطينا انت هذا شنو هو النوع ديالو والعدد ديالو، واش مذكر ولا مؤنث باش نعرف النوع، واش مفرد ولا جمع، واضح؟ من خلال هاد اللي سبقوا عاد تقول لنا هاد دو شنو هي، كما قلنا هي راه دو لو، دو لو. اذا فوقاش كتكون دو لو كيكون مفرد ومذكر، واضح؟ إذا شنو نقول هنا؟ جاردان نقول ماسكولا مذكر ومفرد سينغولي،
هنا لا بيبليوتيك موراها بابا بعد الصحراء دي بابا ريفيان دي جاردان ابي ارجع من الحديقه ولا من البستان. هنا لا بيبليوتيك اي توفيرت المكتبه مفتوحه. اذا هاد بيبليوتيك باش كنعرفوها شنو عرفناها هذا اش بينا بانها مؤنث لان قلنا لا اذا فيمينا فيمينا و سينغولي لانها ماشي جمع ما عندهاش اس واضح. ندوزو الجمله اللي موراها ياك سي كولي سون اريفي سو ماتان. الكولي هما دوك الكراط اللي كيكون كيجيوك من البوسطه وكيكون مدور بالسكوتش كوليات. سي كولي سون اريفي سو ماتان هاد الكوليات راهم جاو هاد الصباح. اذا شنو نقولوا سي كولي نقولوا ان كولي يعني راه مذكر ماسكولان ودابا جمع ولا مفرد راه جمع لان عنده اس بلوريال واضح. شنو باقي لنا قال لك كلاس السؤال 8 لا باقي لنا واحده باقي لنا واحده شنو هي هاد سو ماتان سينا سو ماتان. اذا سو راه سو كتبين لنا بانه مذكر ومفرد اذا نقول ماسكولا مذكر سينغولي مفرد واضح. ندوزو للجدول قال لك كلاس سي ديتيرمينو تحط ترتب لنا هاد المحددات في هاد الجدول واش ارتيكل ولا ادجيكتيف بوسيسيف ديال الملكيه مون طون سون ما طاسا ولا ادجيكتيف ديمونستراتيف اسماء الاشاره سو ولا سيد ولا واضح. اذا لي زارتيكل عندو وحده وحده نمشيو معاها وحده وحده سو نقولو ادجيكتيف ديمونستراتيف سو لا ارتيكل ان ارتيكل او هي الو ارتيكل notre adjectif possessif ديالنا notre classe اسمنا leur possessif زاني ديالهم set هي adjectif démonstratif من اسماء في بالكمش اسماء الاشاره هذه سي هذه possessif مثلا نقولوا سي ستيلو ستيلو ديالو mon adjectif possessif ديال الملكيه mon ستيلو واضح. انتهى هذه الصفحة 18 كملناها.